السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم مراجعتنا على الباب الثالث مع كيمياء واحد. تركز المراجعة بتاعت الباب الثالث على تركيب الذرة ومكونات الذرة. بتلاقي عندك شوية فقرات بتبدأ الأول بالوحدات البنائية الأساسية للمادة، طبعا دي عبارة عن الذرات، وعن أشعة المهبط اللي هي عبارة عن أشعة بتصدر من المهبط وتنتقل إلى المصعد في أنبوب يسمى أشعة المهبط. أشعة المهبط عبارة عن جسيمات سالبة الشحنة تسمى إلكترونات بتسير في خطوط مستقيمة. أيضا بنتكلم على جسيمات الذرة اللي عندنا سواء كانت بروتون أو إلكترون أو نيوترون. البروتون يوجد في النواة شحنته موجبة، والإلكترون حول النواة شحنته سالبة، والنيوترون داخل النواة وشحنته أحيانا نقول عليها زيرو أو صفر، وأحيانا نقول إن هي متعادل الشحنة، أحيانا الاتنين تبقى الإجابات فيها صحيحة بالنسبة للنيوترون. أيضا الذرة التي لا تحتوي على نيوترونات هي عبارة عن ذرة الهيدروجين، لأن طبعا البروتون بيكون واحد أو العدد الذري بيكون واحد، والعدد الكتلي برضه بيساوي واحد. لو طرحنا الاتنين من بعض لا مفيش نيوترونات بالنسبة لنا، فالذرة الوحيدة اللي لا تحتوي على نيوترونات هي عبارة عن ذرة الهيدروجين. أيضا بيحدد نوع الذرة هو العدد الذري والعدد الكتلي. العدد الذري عبارة عن عدد البروتونات الموجودة في النواة، وده بيساوي عدد الإلكترونات أو يساوي عدد الإلكترونات إذا كانت الذرة متعادلة بالنسبة لنا. أما العدد الكتلي ده عبارة عن البروتون زائد النيترون. أيضا بيتكلم على ذرة تومسون، كنا قلنا عبارة عن جسيمات عبارة عن ذرة كروية الشكل، أو الذرة عبارة عن كرة مصمتة بها جسيمات موجبة وجسيمات سالبة، دول بيكونوا متعادلين أو متساويين بالنسبة لنا. وقلنا إنه تعبر عنها ممكن نقول بكرة مصمتة ديت زي ممكن كرة البلياردو، ممكن ديت بنقول عليها إن هي عبارة عن ذرة تومسون بالنسبة لنا. أما كتلة الذرة مركزة في النواة، الشحنات البروتون موجب واحد، النيترون قلنا عليها متعادل أو زيرو، وقلنا الإلكترون سالب واحد، وقلنا يعني إيه عدد ذري ويعني إيه عدد كتلي. برضو نفس النظام لما يجي يقول لي الكتلة الذرية نقول متوسط كتل نظائر العنصر الموجودة في الطبيعة، وديت عبارة عن يجيب لنا موضوع جديد يعني إيه نظائر. نظائر معناها صور لعنصر واحد تتفق في العدد الذري وتختلف في العدد الكتلي. الجسيمات عندك ألفا وبيتا وجاما، طبعا ألفا دي عبارة عن نوع من الأشعة بتبقى عبارة عن موجبات الشحنة، وهي عبارة عن كتلة ذرة أو نواة ذرة الهيليوم، دي عبارة عن 2 بروتون واتنين نيترون. الألفا طبعا هي تخرج من جسم أو من نواة عنصر مشع، العدد الذري بيقل 2 والعدد الكتلي بيكون مقدار ثابت، بعكس بيتا لما تخرج من نواة عنصر مشع يزداد العدد الذري 1 ويظل العدد الكتلي ثابت. ونرجع بقى شوية تعديلات بالنسبة لنا. لما يقول لي علل الذرة متعادلة كهربيا، التعادل معناه تساوي، والكهرباء معناها موجب يساوي سالب. الموجب الذري يسمى بروتون، وسالب الذرة يسمى إلكترون. لما يقول لي في تجربة رذرفورد معظم الذرة أو معظم الأشعة نفذت على استقامتها، طبعا نقول معظم الذرة بيكون عندنا فراغ. في عدد من أشعة أو من أشعة رذرفورد، من أشعة في تجربة رذرفورد انحرفت عن مسارها. انحرفت عن مسارها بسبب تشابه الشحن ما بين النواة الموجبة وأشعة ألفا الموجبة. أيضا في بعض الأشعة ارتد على نفسه في تجربة رذرفورد، طبعا لأنه انصدم بجسم ثقيل اللي هو عبارة عن النواة. ليه جسيمات ألفا بتنحرف نحو الصفيحة السالبة دايما؟ عشان هي موجبة الشحنة، والعكس ليه بيتا بتنحرف ناحية الصفيحة الموجبة؟ لأنها دايما تكون سالبات الشحنة. دي تقريبا أغلب الفقرات اللي موجودة في الباب الثالث، وكلها معتمدة على تركيب الذرة سواء كانت قديما أو حديثا. يمكن قديما مقلناش احنا إن في أرسطو، طبعا كان من ضمن النظريات القديمة اللي فسرت الحاجات اللي زي ديت، وقالت إن لا وجود للفراغ، وكانت قالت برضو نفس النظام إن الذرة أو أي عناصر عندنا عبارة عن 4 حاجات اللي يكونوها: الماء والهواء والتراب والنار. لغاية ما دخل دالتون بالتجارب العملية، وأول من استخدم التجارب المعملية لإثبات نظريته والنظرية الذرية الحديثة. إلى اللقاء مع مراجعة الباب الرابع إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.